مشاهدي الأفاضل، نجحت الأجهزة الأمنية الجزائرية في تأمين مباراة الجزائر والكاميرون برسم تصفية مونديال روسيا من خلال خطة أمنية دقيقة، خاصة بعدما صنف الاتحاد الدولي للعب المباراة بالعالية الخطورة. تقرير إسلام مقرعة. بعدما صنف الاتحاد الدولي لكرة القدم مباراة الخضر أمام الكاميرون برسم الجولة الأولى لتصفيات المونديال بعالية الخطورة، تأهب واسع شهده ملعب مصطفى تشاكير طيلة الأسبوع، وفي الساعات الأولى من يوم المباراة لإنجاح العرس الكروي وضمان السير الحسن للمباراة. تم وضع مخطط أمني شامل كذلك لتغطية كافة الملعب لتأمين المناصرين أولا منذ وصولهم إلى الملعب إلى غاية دخولهم إلى غاية وصولهم إلى المدرجات، ومن ثم أثناء المباراة وبعد نهاية المباراة كذلك مخطط تصريف الجمهور. خطة أمنية محكمة وتأمين عال للمنتخبين، بالإضافة إلى تكثيف مواقف التفتيش والمراقبة لتفادي الوقوع في أي طارئ. الامن الوطني راهم قايمين بالعمل تاعهم كما ينبغي، والحمد لله يا ربي ان شاء الله ما يخفيكم، ان شاء الله المنتخب الوطني راه ضغوطات كبيره عليه. طائره هوائيه امنت مسار المنتخب الكاميروني من فندق الهيلتون بالعاصمه الى غايه الوصول الى ملعب مصطفى تشاكر، وحتى الجاليه الكاميرونيه المقيمه بالجزائر والتي توافدت بقوة على ملعب مصطفى تشاكير لاقت استقبالا وترحيبا وتسهيلات كبيرة للدخول إلى الملعب. ورغم أن النتيجة لم تكن في صالح الخضر، إلا أن الجمهور الجزائري كان واعيا وحضاريا واستحق العلامة الكاملة بامتياز. العلامة الكاملة للجمهور والعلامة كانت صفرية بالنسبة للمدرب. على هذا سيترأس محمد رورو رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم اجتماع المكتب الفيدرالي بعد غد الأربعاء بمركز سيدي موسى، وذلك لبحث عدة نقاط أبرزها تنظيم سفرية نيجيريا الشهر المقبل برسم الجولة الثانية لتصفية المونديال. كما من المنتظر أن يجتمع رورو بمدربه راي فاتس لبحث أسباب التعثر أمام الكاميرون. هذا وبرر الناخب الوطني ميلوفان رايفاتس التعثر أمام المنتخب الكاميروني بضيق الوقت، مما يطرح تساؤلات حول توقيت تنصيب السربي على رأس الخضر، خاصة أن شهرا واحدا يفصلنا عن موقعة نيجيريا التي سيكون الخطأ فيها مرادفا لضياع أحلام الجزائريين. يقول محمد نجيب هنان: عندما يصطدم واقع الميدان بعملية التهليل باسم الجزائر الأول كرويا في إفريقيا، فالطبيعي أن تتزايد وتيرة التساؤلات ومعها التبريرات بين مدرب صربي مغلوب على أمره، لخص حديثه تبريري في الزمن القصير الذي لم يكن في صالحها. On a eu pour l'instant que deux stages ensemble. On n'a pas eu beaucoup de temps pour encore tout corriger. وإن كان للغيابة الأثر البالغ على تركيبة الدفاع، فإن خيار الاعتماد على زفان الذي شارك مع المنتخب خلال آخر سنتين أكثر من مشاركته مع ناديها أثر أكثر من علامة استفهام، وهو الذي كان نقطة الضعف بامتياز. Alors il est vrai qu'on a eu beaucoup de problèmes du côté droit, mais on peut pas tout mettre sur le dos de Zefan. في وقت يسعى فيه الجميع للتملص من بوادر إخفاق قادم، تتجه أصابع تحميل المسؤولية إلى الرجل الأول في قصر دال إبراهيم محمد رورو، فخرجة رايفاتس لابد أن يكون لها علاقة بالتأخر اللافت للحاجة في تنصيب خليفة غوركوفا، إضافة إلى اختيار مدرب لسانه لا ينطق كلمة واحدة يفهمها اللاعبون. On a eu beaucoup de situations de centre et c'est vrai que je pense qu'il nous a manqué un petit peu de réussite pour pouvoir gagner ce match. وبين قائد يعزي الجماهير بفاعلية غائبة، وبين مدرب يتحجج بضيق الوقت، وبين وبين وبين، تبقى أحلام الجزائريين بالتأهل إلى المونديال على المحك، فخطأ آخر مع نيجيريا يضعنا في خانة المنسي أمرها في غابة كبار السمراء.
أكد مدرب المنتخب الكاميروني أوغو بروس أن النتيجة الإيجابية ضد الخضر ليست انتقاما من بعض الأشخاص الذين خلقوا له مشاكل في الجزائر، إلا أنه لم يخفي إحساسه بمشاعر خاصة للعودة إلى الجزائر بعد الفترة التي قضاها بأرض الوطن. C'est pas une revanche, pas du tout. Je vais pas me revancher. Pourquoi je dois me revancher? Pour moi, le plus important, c'est que, en étant sélectionneur ou entraîneur du Cameroun, c'est de faire des bons résultats. Et maintenant, si c'est contre l'Algérie ou contre l'Amérique ou contre n'importe qui, ça, c'est pour moi le but. Aujourd'hui, ok, il y avait peut-être un petit sentiment, ce qui est normal parce qu'on a quand même travaillé ici. Mais je parlais certainement pas d'une revanche, certainement pas. ختام الرياضة، شكرا لكم مشاهدينا على تي في المتابعة.